المحبة غارس على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس. بمجلسنا فيض نور العقيدة وتبيان أسمى المعالي الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الإكرام، وكفارة المجلس اليوم طهرا، بأرواحنا من عظيم النوايا، وفي مجلس الخير بالذكر عطرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتنا، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. في الصحيح عند مسلم. اسمع اللفظ والأجر والثواب من معلم الخير صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، نبي مبلغ عن الله، ما هو بكلام شيخ ولا كلام عالم أو مفكر أو فيلسوف، كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم معصوم المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الذي لا ينطق عن الهوى. يقول من قال بس مرة واحدة سبحان الله، لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. ما طلعت عليه الشمس الدنيا، يعني كل ما تطلع الشمس عليه من بلد وقرية ومؤسسة وشركة ومدن وجسور ودور وفنادق أحب من هذه الكلمات الأربع، لأنها تصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول كلمات الأربع إنها شملت الدين، فإن سبحان الله فيها التقديس والتنزيه، والحمد لله إثبات الكمال لله والمحمد له سبحانه وتعالى، ولا إله الله إثبات الوحدانية والعبودية له سبحانه وتعالى، والله أكبر إثبات الجلال والقدسية له والمجد، فماذا بقي؟ يقول الدين يدور على هذه الأربع، سبحان الله. حتى اختيار المعجزة، حتى مجيء بها يوم جابها صلى الله عليه وسلم من أمه معجزة، ما كان يعرف العرب، قبائل العرب ما تعرف قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بكلام لا يعرفه العرب في أسواقهم ومصطلحات ما كانوا يتداولونها في المجالس، ما يعرف أبو جهل وأبو لهب وفي سوق عكاظ وقبائل قريش ومزينة وبنو تميم وتغرب، ما يعرفون هذه الكلمات، ما يعرفون هذا المصطلح. يأتي نبي أمي ما رأى سبورة وما حمل طبصورة ولا قلم ولا قلطاس ولا رأى أستاذا ولا شيخا ودخل جامعة ولا أكاديمية، ثم يأتي فإذا أفصح الناس وأكرم الناس وأخطب الناس وأحلم الناس وأعظم الناس وأعدل الناس وبارك شيء فوق الوصف. الصحابة ينظرون ويحفظون كل همسة لأنه ما ينطق على الهوى. المزحة معصوم في المزح ترى، البسمة مقصودة شريعة، إذا أقر شيء شريعة، إذا تبسم حتى هو شريعة، إذا تبسم، إذا قال تبسم شريعة مكتوب أقر، قال لنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر حب لي ما طلعت على الشمس. هل رأيتم أجمل من أصابع تدور دائما في الليل والنهار ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر؟ هل رأيتم في الوصف؟ وهل رأيتم شفتين أجمل من أن تتحرك بذكر سبحانه وتعالى؟ يقول السيوطي، الإمام السيوطي: عجبت لمن يقرأ قوله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم ثم تجف شفتاه ويقف اللسان عن الذكر. عجبت. الله يقول لنا سبحانه الكريم المتعالي الواحد القهار ملك الملك: فاذكروني أذكركم. ومن نحن أصلا؟ عباد بشر من طين، من ماء مهين، مذنبين مخطئين، نذكره فيذكرنا سبحانه وتعالى. ولذلك ترى في هذا الحديث، قصدي في سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر، يمكن 50 حديث نبوي، وكنز العمال جمع ما يقارب 50، وفي رسالة لأحد المشايخ الآن معاصرة صغيرة فضل الكلمات الأربع، وطبعت ووزعت فضل الكلمات الأربع: سبحان الله الحمد لله ولا إله الله الله أكبر. ولذلك أنت إذا انتهيت من أورادك الصباح والمساء اجعلها دائم كذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله. وعود نفسك، ولك أن تستخدم ما شئت، الأصابع، المسبحة، الحب، الآلة هذه، المقصود أنك لا تفطر لسانك من التسبيح، وسوف تجري على لسانك وتتساقط منها الخطايا والذنوب، ومنها وهي كفارة، وتأتيك يوم القيامة مقدمات
ومؤخرات يعني تحفظك من هنا، ومجنبات يمين ذات اليسار، ومعقبات يعني تعقبك بالخير، وفيها وهي كفارات وحسنات ماحيات وصدقات جاريات، وهي تساقط الذنوب كما تساقط الشجرة ورقها في الشتاء، وهي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ولها دوي كما ورد في الحديث كدوي النحل حول العرش، وهي تذكر صاحبها عند الله سبحانه وتعالى لأنك تقدس سبحانه وتعالى. وبعدين أنت في رياض وفي يعني في حياض من الخير والبركة، وأنت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأرجو أن نكثر منها، وأن تكون هي سبح الطويل في الليل والنهار. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا، ما في انقطاع. العبادات ما قال في الصلاة كثيرا ولا في الصيام كثيرا، فقط في الذكر، الذاكر الله كثيرا والذاكرات. فالله الله في الإكثار منها وتعليمها ونشرها. ولو بقيت في حياتك بس تعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا كفى بذلك. أصلا أنت بلغت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقت في التبليغ، وهذا لن يخالفك في أحد، لا أحد من طوائف الإسلام، إنك تقول خيرا، ولا عاقل ولا مهندس ولا فيلسوف. بينما تأتي القضية الثانية جاك خلاف حزبي وطائفي وانتمائي، إلا هذه الكلمات كل يقرك حتى عقلاء العالم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيا من غدا للمحبة غارس، على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس. بمجلسنا فيض نور العقيدة، وتبيان أسمى المعاني الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الإكرام، وكفارة المجلس اليوم طهرا، بأرواحنا من عظيم اللوايا، وفي مجلس الخير بالدين.